مرحبا. تيقيد عندنا هنايا نشوفو انايا طبيبه اللي ناخذ المعلومات ديالو كنتاين اللي كيكادش كونطر انديكاسيون لشي مانع ومن بعد تيجي تيقيدو ما تيأوغونجيسخيو حتى اللي فاكسيني تيتفضل هنا كيرتاح شي شويه واحد 10 حتى 15 دقيقه باش ما يبانش شي اعراض ولا شي حاجه صافي من بعد هادشي يمشي كنعطيو الرونديفو ديالو بالمشكل ديال الجرعه الثانيه. درت هذيك 17 ديال قالوا لي عطيتهم النمره ديال لاكارت ناسيون قالوا لي زيد هذا المركب الرياضي ديال الصخور السوداء هو السيكتور ديالنا هنا، انا ساكن هنا قريب. والصباح جيت هنا جلست نص ساعة وجاتني النوبة ديالي وأنا درت العملية وكل أنا لا أنا درت الموعد ديالي نهار الأربعاء ملي سمعنا وملي سمعنا البارحة بسجعنا وزينا يعني نسينا وداك الشيء راه زينا ودابا عطوني رونديفو تال الجرعة الثانية ضروري نديرها في نهار 25 شهر زوز. لا لا أنا متقاعد 75 عام 75 عام العملية دارت مزيانة. السيدة اللي دارت لي داك التلقيح ما حسيتش به وداك الشيء مزيان دازا ونتمناو غير من بعد ما يوقع حتى شي حاجة. مزيانة تبارك الله مزيان داك الشيء تبارك الله. السلام عليكم. الحمد لله جبت الوالدة ديالي دي الفاكسان عندها تقريبا شي 86 عام إن شاء الله بطوال عمرها ولله الحمد بعد الاجواء دازت مزيانه الفاكسان شجعونا الاطباء وهذا قال لنا داك الشيء الحمد لله مزيان واللي شجعنا اكثر هو ملي دار سيدنا الفاكسان البارح الحمد لله شفنا داك الشيء تشجعنا وشجعنا الله ينصرو ويطول في عمره ان شاء الله. ايوا هذا ما كان الله مزيانه الحمد لله جا عندنا المقدم هو اللي خدا لينا هو اللي عطانا الوقت امتاش نجيو صافي ملي جينا هنا دوزنا دابا الفاكسان الاولى عطاونا رونديفو شهر جوج ان شاء الله بحول الله نهار 25 في شهر جوج دي الفاكسان الثانيه والحمد لله ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير ولله الحمد. عندها شي 86 عام تقريبا تكون ان شاء الله بطوال عمرها. هذا ما كان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.